أنا معايا على التليفون معالي السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية. برحب بحضرتك معنا يا فندم. اهلا وسهلا لبنى، هانم يا اهلا وسهلا بحضرتك. سيادة السفير، زي ما كنا بتكلم يعني الدور المصري، وجهة النظر المصرية طبعا تجاه الأزمة الأخيرة في المملكة العربية السعودية. شفنا امبارح رد الفعل ووقوف الدولة المصرية بجانب المملكة العربية السعودية في أي خطوات أو إجراءات تجاه محاربتها للإرهاب، وأيضا الاستنكار للتصرفات العدائية والاستفزازية من إيران. أعرف من حضرتك بقى طبيعة الاتصالات والتنسيق اللي بيتم في هذه الساعات ما بين الموقف المصري والموقف السعودي. يعني خلينا أوضح أنه طبعا السيد وزير الخارجية الآن في المملكة العربية السعودية في الرياض بيعقد اجتماعات ولقاءات ومشاورات سياسية على هامش اجتماعات مجلس التنسيق المصري السعودي. هيك عارفة أن مجلس التنسيق المصري السعودي بينعقد حاليا في المملكة العربية السعودية، بوجود عدد كبير من الوزراء المصريين لمناقشة المشروعات المختلفة على جدول أعماله ومتابعة تنفيذها في كافة المجالات. فبالتأكيد هناك يعني علاقة استراتيجية قوية، هناك إرادة سياسية من جانب الطرفين المصري والسعودي للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى فعلا ما يتطلع إليه شعبي الدولتين. السيد الوزير التقى اليوم مع وزير خارجية السعودية السيد عادل جبير، وكان نقاش مطول حول العلاقات الثنائية وتفعيلها وتعزيزها، وبالتأكيد أيضا تناول اللقاء الأزمة الأخيرة والتوتر في العلاقات السعودية الإيرانية وتداعياته الإقليمية. المملكة العربية السعودية طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب، ومصر كانت من أولى الدول الداعمة لهذا الطلب. فيما يتعلق بالأزمة الأخيرة، طبعا مصر عبرت عن موقفها بوضوح أمس، أنه مسألة إدانة ورفض أي اعتداء على المقار الدبلوماسية والقنصلية والسفارات السفارة السعودية، باعتبار أن ده يخالف كافة القوانين والأعراف واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. النهاردة أيضا السيد الوزير سامح شكري تحدث مع الوزير عادل جبير أمام الإعلام حول نقاط محددة تتعلق بالموقف المصري. يعني طرحت استفسارات كثيرة عن موقف مصر من قطع العلاقات مع إيران أو غيره، فكان واضح أن مصر يعني من أولى الدول التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران منذ 27 عام، صحيح، يمكن قبل أي طرف آخر، وده نتيجة الأوضاع كانت موجودة في ذلك الوقت. أكدنا أيضا على رفضنا ورفض مصر الكامل لأي تدخل في الشأن الداخلي للمملكة، وأن هذا التدخل يعتبر غير مقبول وغير يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية. تم التأكيد أيضا على أن مصر والسعودية هما ركيزتان للعمل العربي المشترك وللعمل على صون الأمن القومي العربي، وأن الأمن المملكة العربية هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر، وأمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية. معظم القراءات السياسية سيادة المستشار يعني بتتكلم أنه لازم كل الأطراف تسعى للتهدئة وإزالة أسباب التوتر لمصلحة استقرار المنطقة بشكل عام أولا وأخيرا. يعني قراءة حضرتك مثلا للوساطة الروسية اللي تم عرضها النهاردة وعلاقات متميزة بتجمع ما بين مصر وروسيا، شايف هل ممكن يبقى في دور يتم لعبه من جانب الدولة المصرية بالتنسيق مع روسيا في المجال ده؟ يعني هو طبعا بالتأكيد يقلقنا بشدة التوتر في المنطقة، ويقلقنا بشدة عوامل عدم الاستقرار في المنطقة، وأن مصر كانت من أوائل الدول اللي بتطرح مبادرات لدعم الأمن القومي ودعم الاستقرار في المنطقة العربية، وبالتالي أي مبادرة تستهدف تهدئة الوضع وإزالة بؤر التوتر أو أسباب التوتر فمصر تدعمها. مفيش شك أن استمرار هذا التوتر يعني في غير صالح استقرار المنطقة، لكن في الوقت ذاته زي ما أكدنا أكثر من مرة أنه يجب أيضا وضع حد للتدخلات في الشؤون العربية، وأن مصر يعني طرحت مبادرات عديدة لدعم الأمن القومي العربي، وآخرها مبادرة القوى العربية المشتركة
كنت بسأل حضرتك عنها الحقيقة، يعني لأن حتى لما نزلنا الشارع واستطلعنا آراء بعض المواطنين، الكل استشهد بكلام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسافة السكة وأمن الخليج وأمن قومي مصري في المقام الأول. وحتى امبارح على مستوى التحليل السياسي كتير من السادة ضيوف عندنا ومن خلال اتصالاتنا اتكلموا على ضرورة إحياء ويكون في خطوات فعالة بالنسبة للقوة العربية المشتركة، وإن ده الحل الوحيد، إن إحنا بنفسنا نقوم بالدفاع عن أمننا بدون انتظار لأي تدخل دولي. بالتأكيد التحديات جسام والتحديات كبيرة، والطرح اللي طرحته مصر بإنشاء القوى العربية المشتركة كان لرؤية مستقبلية ورؤية للتحديات اللي تواجه المنطقة، ونظرة خارج الصندوق لمحاولة يعني البناء على ما لدى الدول العربية من موارد ومواطن قوة لمواجهة تلك التحديات، وأهمها التحدي الخاص بالإرهاب. وبالتالي اعتقد انه يعني اي جهد الان يستهدف جمع الشمل العربي وجمع الجهود والتنسيق الجهود والوقوف جنبا الى جنب هيكون داعم للرؤيه المصريه وداعم للاستقرار في المنطقه. شكرا جزيلا للمستشار احمد ابو زيد المتحدث باسم وزاره الخارجيه، بشكرك على وجودك معنا.